يعني انت اذا واحد يرزقك شيء يعطيك شيء انت تحت منته تشعر بانك انت مربوط به مشدود الى هذا. شو اقول لك؟ والله هذا مصدر رزقي عنده. يبقى العبد مشدود اليه ويشعر الانسان بشيء من الانكسار والذله. لكن اللي ياخذ من الله عز وجل ما يشعر بالانكسار، بالعكس. يقول له واحد من ادبائنا، يقول له ربي روحي طليقه في مناجاتك، والجسم مصفد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح، ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. أنا ما جاي أسأل واحد مو هو مصدر للكرم وللعطاء وللرحمة وللنعمة، يجلو وحشة الذل أنك المسؤول.